أهلا بكم من جديد. بالإضافة إلى السمنة، هناك عوامل وعادات يومية عدة تساهم في ظهور مشكلة الكرش، منها التدخين وقلة النوم، مشكلة تطرح الكثير من التحديات الصحية والاجتماعية لصاحبها. فما هي السبل للتخلص من المشكلة بشكل صحي وسليم؟ للمزيد تنضم إلينا من دبي الدكتورة شاذة محمد، اختصاصية طب الأسرة. صباح الخير دكتورة. صباح النور، عاملين ايه؟ صباح الفل. عاملين تمام. يعني بداية، أصبحنا نتعامل مع الكرش مثل الأمراض الصديقة، السكري. كيف نتخلص من مشكلة الكرش؟ سوري، كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ يس، تسمعينا دكتورة؟ عم تسمعينا؟ دلوقتي سمعتكم. تفضلي. نعم، تفضلي. كيف نتخلص من مشكلة الكرش التي يعاني منها أغلبية الأشخاص؟ دي مشكلة فعلا كبيرة زي ما حضرتك اتفضلتوا. أهم حاجة إنه إحنا نعمل حاجة اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، إنه إحنا نحسن من نمط الحياة بتاعتنا ونبتدي نغير فيها، لأنه معظمنا بنحب نبقى نعمل دايت ونرجع تاني، نعمل دايت ونبتدي رياضة ونرجع تاني. لا، لما نبتدي نقول إن إحنا هنتخلص من الوزن الزائد ونتخلص من الكرش، لازم نبقى عارفين إن إحنا بنغير نمط حياتنا كله، يعني نبعد عن الخمول، ما نبقاش دايما قاعدين في مكاننا دايما زي ما نكون نايمين، لا، نبقى عندنا اكتف لايف ستايل، تكون حياتنا نشيطه. الاكل لازم يتحسن كتير من ناحيه ان احنا نبعد عن السكريات وعن المشروبات الغازيه وعن التدخين وعن الحاجات اللي ممكن تزود الوزن زي الكربوهيدرات، نحاول نتجنبها ونبعد عن الزيوت او الدهون. كل الحاجات دي بتساعد انه احنا الوزن يبتدي ينزل وننزل كمان الكرش، بس مفيش حاجه بتمشي لوحدها ومفيش حاجه اسمها وقت ونرجع زي ما كنا. لازم نبقى فاهمين ان احنا هنعمل تحسين لاسلوب المعيشه بتاعتنا. دكتوره، تحدثتي عن نمط الحياه الخامل والكسل وعدم ممارسه الرياضه، ولكن هناك عوامل قد تساعد في ظهور الكرش يعني خارج عن ارادتنا، سواء كانت جينات او سن الياس. كيفيه التعامل في هذه الامور؟ هي اوكي، الجينات، عشان احنا مثلا انه الكرش الناس اللي عندها قابليه ان الدهون تتركز في منطقه البطن اكتر الرجال، والسيدات بعد سن انقطاع الطمث. والجينات زي ما حضرتك تفضلتي انه احنا برضو لو ركزنا على الدايت الاكل وركزنا على الرياضة، يعني لازم على الأقل نعمل رياضة 30 دقيقة في اليوم، أي رياضة إحنا نحبها، ما بين مشي ما بين جري ما بين أي حاجة إحنا بنقدر نعملها تخلي نفس يعني تخلي عضلاتنا وجسمنا نشيط لمدة 30 دقيقة يوميا أو 5 أيام على الأقل في الأسبوع، مع إن إحنا نكتر الخضار والفاكهة ونقلل النشويات ونقلل الدهون ونقلل المقليات واللي هي المقرمشات والعصائر اللي مليانة سكر. أيوه. والسكريات عموما ده بيساعد جدا، حتى اللي عندهم جينات إنه جسمهم بيخلي الدهون في أكتر في منطقة الوسط او البطن، او حتى بعد انقطاع الطمث، او لو هم حتى في السمنه العاديه او لو رجال. طيب دكتوره، هناك العديد من الاشخاص يعني يمارسون الرياضه لكن يعني ما في حل لهذه المشكله، لماذا تتراكم الدهون في هذه المنطقه بالتحديد؟ احنا الخمول او القعده كتير تسبب، زي ما قلنا الرجال عندهم قابلية أكتر إن الدهون لما يجوا يحصل يعني لما يجوا يتخنوا أو يبقى في سمنة إن الدهون تتراكم في منطقة البطن. دي حاجة ما نقدرش نعمل فيها حاجة، بس ممكن إن إحنا لو healthy lifestyle، لو أنت شخص نشيط، هنقدر نتجنب إن الدهون تتركز في المنطقة دي. ممكن برضو من الأسباب حاجات خارجة أكتر عن إرادتنا، لو سيدة حملت كتير وعملت عملية قيصرية، ساعتها العضلات هي اللي بتبقى ضعيفة، برضو محتاجة لها رياضة، بس محتاجة إن الواحد ما ييأسش، لأنه عشان نخسر الدهون في المنطقة دي محتاجة حد مسابر ومحتاجة حد هيكمل في الطريق ده من غير ما يقول لا ده أنا بقالي قد إيه ولسه ما نزلتش أو نزلت كيلو أو اتنين. لا، المفروض إن احنا يكون عندنا طولة بال شوية. طيب الدهون يعني لها أنواع دكتورة، دهون الحشوية لها العديد من المخاطر الصحية، لو تحدثنا سريعا عن هذه المخاطر وعدم السيطرة على الكرش.
بالظبط كده زي ما حضرتك تفضلتي ان هي ليها مخاطر كتيره قوي، ومن اهمها ان هي بتعمل حاجه اسمها مقاومه الانسولين، انه الانسولين يطلع من البنكرياس عادي عشان ياخد الجلوكوز، بس العضلات والكبد ما بيتجاوبش معاه، فده يؤدي الى السكر اللي هو النوع الثاني. بيؤدي برضو لتراكم الدهون في الاورده، فيعمل لنا تصلب شرايين، فده بيخلينا عرضه اكتر ان يجي لنا امراض في القلب مع السكر، ويجي لنا دهون وضغط فيما بعد. فهي منظومة كلها مع بعض، يعني مع الأسف الدهون في منطقة البطن أو اللي هي الدهون الحشوية دي بتعرضنا لمتلازمة اسمها متلازمة التمثيل الغذائي، اللي دايت. فيها السكر نعم والضغط أيوة بالظبط كده، سكر وضغط ودهون، وبيخلي الريسك بتاع إن احنا يجيلنا مشاكل في القلب والجلطات أكبر بكتير. طب دكتورة، هناك العديد من الأشخاص يعني عندهم مشكلة النفخة، والنفخة تؤدي إلى ظهور الكرش، كيف نتفادى؟ ما هي الأطعمة التي يجب أن نتفاداها؟ الخضار والفاكهة والهول جرينز اللي هي الحبوب الكاملة، سحر مش متخيلين ازاي الخضار، لانه فيه الياف، اي حاجة فيها الياف بنسبة عالية بتخلينا نخلص من النفخة. الاكل اللي بيزود النفخة اللي هو الحاجات اللي فيها بقوليات والسكريات والاجبان او البان، كل الحاجات دي بتزود النفخة. لو كلنا حاجات فيها ألياف زي الخضار والفاكهة بنسب كبيرة، الحبوب الكاملة بدل العيش اللي هو الأبيض أو الخبز الأبيض، ده بيساعد كتير في موضوع النفخة. بس احنا يعني معظمنا لما نيجي نسأل ما حدش بياكل سلطة قوي لسه، ما حدش بياكل فاكهة، بنفضل ناخد العصير، مع ان بالعكس الفاكهة نفسها الثمرة فيها فايدة كتير، ما بين الفركتوز بتاعها ما بين الألياف بتاعتها المعادن، بدل ما نحولها عصير ونضيف له سكر. طيب دكتورة، منتجات الألبان هل تزيد من مشكلة الكرش؟ وماذا أيضا عن النظام الغذائي قليل البروتينات؟ هل يفضل أن يكون هناك بروتينات يومية ترفع من نسب الحرق عند الشخص؟ الأجبان، منتجات الأجبان والألبان بتزود النفخة وبتزود الكرش، لأن فيها نسبة دهون عالية جدا. الجسم مش محتاج كل الدهون دي، الجسم محتاج نسبة دهون قليلة عشان يقدر يعمل التمثيل الغذائي اللي بيحصل في الجسم. بس الأجبان والألبان كتير مننا بيحبها بكثرة، والمطبوخة والأشكال والأنواع اللي موجودة في السوق، احنا مش محتاجين كل الدهون دي، فعشان كده هي بتعمل ما بين نفخة وما بين دهون بتعمل كرش بتتراكم في حوالين الأحشاء وحوالين الأمعاء. البروتين بيحسن كتير قوي، من المفروض إن عملية احنا كل الأيض. يوم بالظبط كده، لأنه المفروض إن كل يوم يبقى فيه نسبة بروتين في الأكل بتاعنا، عشان أولاً البروتين مهم للعضلات ومهم للتمثيل الغذائي أو عملية الأيض. نعم. طيب دكتور، نتوجه إلى أسئلة المشاهدين، هي أسئلة عامة. ابني اتفضل. يبلغ من العمر 9 أعوام ويعاني من كحة مزمنة وصوت أزيز بالصدر، ما هو السبب والعلاج؟ تمام. المفروض الأول ده بناخد تاريخ مرضي، وبيجي مع إيه الكحة والأزيز، لأنه معنى أزيز إنه في ضيق في النفس، إنه الولد لما الهواء بيدخل في الرئة بيعمل صفارة أو أزيز، معنى كده إن هو النفس البرونكاي عنده في صدره ضيق، فممكن تكون حساسية على الصدر اللي هي أزمة أو رب، أو ممكن التهاب، فمحتاج الأول الدكتور يشوفه، ومحتاجين نسمع صدره، ولو فعلا حساسية بياخد بخاخات اللي بتساعد على إنه الصدر الرئة تفتح، ولو التهاب بندي الأدوية accordingly. فإحنا لازم نعرف سبب الأزيز إيه، ولازم نعرف سبب الحساسية، عشان لو نقدر نتجنب الشيء اللي بيسبب الحساسية دي، زي مثلا لو بخور لو عطور، ممكن بدل ما كل شوية نديله بخاخ ممكن نتجنب السبب الرئيسي. نعم. طيب استفسار آخر دكتورة سريعا، متى وقت أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وكم الفترة المناسبة بين الجرعتين؟ دلوقتي الشهر ده، بداية الشهر ده لازم أغلبنا أو كلنا لازم ناخد التطعيم، وهو تطعيم سنوي لازم ناخده قبل دخول الشتاء من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بس أحسن كل ما بدرنا كل ما أحسن. ما بين الأطفال أقل الجرعتين. من 6 شهور، ما بين جرعتين سنة، يعني كل سنة جرعة، بس الأطفال الصغيرين أقل من 6 شهور ما لهمش، اللي فوق ال6 شهور بياخدوا جرعتين نص الكمية، ما بين فرق ما بين الجرعة والتانية شهر. طيب. المشاركة التالية، هل التبرع بالدم يقينا من جلطات الدماغ؟ هي مش الجلطة نفسها، هي من السكتة الدماغية.
لانه التبرع بالدم ده اولا حاجه مشرفه جدا، تخلي الواحد يفخر بنفسه ان هو بيعملها. تاني حاجه هي بتحمي القلب، لانها بتقلل لو في نسبه حديد عاليه في الجسم، لما بتتبرع بالدم بتخلص منها، لان الجسم ما بيبقاش محتاج نسبه الحديد دي، فده بيحمي القلب، فبيتجنب مش الجلطه، السكته الدماغيه. نعم. شكرا جزيلا لك دكتوره شذا محمد، اختصاصيه طب اسره، كنت معنا من دبي. شكرا، ميرسي لذوقكم.